يا اخوي دي خد ابدا شو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا الحكمة واجعلنا من الراشدين. عبد الرحيم أما بره ترسي تندم على تفسير دو صوتو تشلو دو كوتا درسي تفسيري قرآني فيروس درسي دو صوتو تشلو دو قيشتنا سورة القارعة. مال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة باشا دي القارعة يعني قارعة أويك دلكان رادة تلتشيني بهوي أو مترسياني كتيدا كبريتي ألتي قيامت روجي قيامت وشي روجي قيامت بقارعنا وبراوة قرع يعني لدلددا ترسكي لدلددا ودلكان رادة تلتشيني. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. لا لا ما باجني هذا آياتك باشترى باشا ما القارعة جاء قارعتي يعني أو داصلة شينرة بريتية لشي روجي قيامت شيا كبيدو تري قارعة وما أدراك ما القارعة ديسان تأكيدي كردوتو تزانيد كا أو روجة ترسناكا بريتية لشي وما ترسيكاني تشين كا لترسان دلكان يعني هموي ترسي لينيشتو كسنية لأمان دابت سرتا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث أو رجع كخلتي تيايدا وكو تيوايا كالفراش المبثوث يعني وكو بابولي براغندا بلاو دبنوا شون بابولي يكشي آوا دروايا يكشي آوا دروايا يكشي بسري يكشي بخوارا خلق آوا إلي هاتوا همو إلا ترز دايا براغندن ترساون زور زور يعني شون لا سورتي تلاشوني تبدا فرمي وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد خلتي وكو سرخوشي ليدي بناو يقدادتن بوس نازان تشيب كان لو رجت السناكة شون رزقاري عند به بلى وتكون الجبال كالعهن المنفوش أي شيء وكان وكتيان لذي لو رجدا يعني قلت ما شيء وكان هل كان دراون وبعد دراون وبارشة بارشة بنوكو كالعهن المنفوش لهات وكو خوري شي كراوي لذيت بلى يعني خوري شيش بكريتوا بزانة تن شلو تن نرمة أو شيء وقورانا أواين لذيت بله و درونو تواب لقل زوي تاخذ دبنو ببعد هذا شنو تاخذ دبنو زوي تشوي لسر نعمينه فرموي فأما من ثقلت موازينه جالو رجدا أويكا تشاكا كاني قرستربون لخراب كاني كاتكا تشاكو خراب كاني لترازود أدري أو فهو في عيشة راضية أو كسا لجيانك دايكا راضية يعني مرضية جيانه چی لی راضی بو جيانه که بخوی لزوری لی راضی و پی خوشه لبهش ده ای او کسی که خفت موازینو که چاککانی لبرانبر خراپکانی سوگ بون اویان چی بسرده فا امه هاویه بنا بخوای گوره او مسکنی او و جگای او شوینی او بریتیه لدوزخ هاویه انجا ده فرمی و ما ادراک ما هیه تو چوزانی او دوزخا او هاویه چیه هاویه یعنی شوینه کتی ایدا قوله یعنی بسر سر داده کیویت خواره او بشوینه چی قول تو چوزانی چیه او هاویه نار حامیه سبحان الله هم چالی چی جار زور قوله و هم پرشیتی لآگر یعنی استا بس چالکه بس تو لسر رفره بدریت خواره و بس اونده بس لناود برید استا نه نه بیل نویش چی دبی بچی تنایو هر لسرتاش و آگر دستوتی نتا خوار ول خوارش دستوتی
نار حامية آگریچی تواو تواو یعنی هلجی سین راوا که گرمی کی وصف ناکرد آگری دوزخ چند قاتی آگری دنیا هفته فنا بخوای پروردگار فنا بخوای گرلا آگری دنیا ولا قیام آگری قیامتش یا ربی مل بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر واتا يعني هرشتك تو هول ددي زيادة كي من هول ددم لتو زياتر بمتو هول ددي لمن زياتر بي ايشي سروتو سامانو بلو بوستو يعني كمنافسي خلق على سرشي من خانو كم لو برستر بي سيارة كم لو شاكتر بي ومعاشة كم لو باشتر بي داهات كم لو قورتر بي همو من هولي چي مانا تكاثر بسر يكتر داشتا كان من زياتر كين لويتر او بو اوه من با زياتر مهبه جا دفرمه ايوا تكاثر يعني هولدان بو زياد کردني مال و سامانتان و خوش کردني مال دنياتان او بي آقاي کردون بي آقاي کردون بله مشغولي کردون بله لچي طبعا لطاعتي خواهي قورو مشغولي کردون حتى زرتم المقابر تاوكو ایو زیارتی چی دکن سردانی چی دکن سردانی گورستان بلام سردانی یک جاری سردانی گرانوی لگل نیا یعنی تا دمرن تا کاتی مردن ایو هر خریچی پیش برچه کردن و منافسه کردن لسر دنیا کام تان زیادتر بیل اویتر بلا کلا سوف تعلمون نخیر و مبن و مکن لداهتو دا دزانن که مشغول بون تان با دنیا و بی آگا بون تان لدواروش زراری چی زور گورتان لیده دا ثم كلا سوف تعلمون فاشان ولدها تدا دزانن ك مشغول بون وشان ازيكردن وخول چشان تن بدنيا و كاري چي زور خراب بو لكاتي روح چشان هزبو دكن سوف كي دزانن او زانين لكاتي روح چشان بو ديزانيد ولكاتي لنا قبر ده هر ديزانيد ولد دواروش ده هر ديزاني بو دردكيو كتو براستي غلطي چي گورت كرد كلا لو تعلمون علم اليقين نخير اگر ايوا بزانن بلام زانين كي يقيني دلنياي تيدابه او قد ندچون خوتان مشغول كان ببيش برچو منافسه لچيدا لدنيا دا ندچون او تمكن بلكو بيش برچيت عندك لا مغفره اخوا وسابقوا الى مغفره من رب وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض ده چون پیش برچه تا دکر ل لتشتک دکه خواهی تان خوش بی ای تو بزام چنین خیرت کردو تو هول دی زیاتر بکی او چند قرآن دخوند تو زیاتر بیخوانی چنین چاکی کردو تو زیاتر بیکی او گرینگ بو ماله لترون الجحیم جا اگر او علمی یقین تان هبید او چی دبینن ثم سویند بخوا یعنی بیگمان او دوزخ دبینن يعني روج قيامات دوزخ دبينن ايوا بتشاي خوتان دبينن او هي كميان اوتمان لو تعلمون علم اليقين علم اليقين اجر علم يقين تنهبه بدنيا ومشغول نابن او تريان لا ترون الجحيم يعني لا ترون النار ايش هالجوابي قسمي شي محذوفه يعني اجر بيتو ايوا يعني روجك ديك ايوا شي دبينن اغري دوزخ دبينن سوين بخوا ايوا اغري دوزخ دبينن لا مكه بوچيا قسمك يعني سوين بخوا ايوا اغري دوزخ دبينن بچاي خوتن مله ثم لترونها عين اليقين باشان ديبينن بعين اليقين ديبينن باش فرق جيا بچاي راستقينا يا كم يا فرمو لترون الجحيم دواي فرمو لترونها عين اليقين كاكا آها سرتا رؤيي قلبية دوميا رؤيي بصرية يعني سوين بخوائي و دوزخ دبينن يعني اگر بيتو ايو قرآن بخوين نوا بوتان وصفي دوزخ دكا كأنما ديبينن ثم لترونها باشان ايو حرب بچاوي سرتان ديبينن بچاوي سرتان يكسر دوزخ دبينن كاتي كدشنا ناوي وخوا پنامان دا مالا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألون يومئذ عن النعيم باشان إوا لبرسينوات عن لقل ذكره لسر أو ناس ونعمتي كبيت عندرا آية شكري خواي جورة تانكر لسري ولا تشاك ذا صرف تانكر يا لخراب ذا جان نعمتك كان زورن نعمتي جيان تمن
ونعمتي صحة تندرستي ولشتاغي ونعمتي فراغ دس بطالي ونعمتي أمن وآسايش ونعمتي خواردن وخواردنوا ونعمتي منال يعني نعمتي عقل لسر همو أم نعمت أنا خواي قورا برسيار من لي ذكاته وفيوشت إنساني مسلمان خوي بو آما ذكات أو نعمتاني كلسر راهاتوين ومزان بي برسيار بخوا روجك دي لي برسينوي لقال الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر سورة العصر. عصر يعني كات يعني سوين بكات سوين بكات أو كاتيك إنسان تيايدا دجيت أو كاتيك إنسان تيايدا تشاقيا خراب دكا فالوردقار سوين بكات دخوا باشا جاء آية خدي كاتي نويجي عصرة لعصرة وتا مغرب كاستا إما دواء عصر دانيشتيني وبرو مغرب داروين سوين بو كاتي بتايبد يا سوين با همو كاتي كإنساني تيدايا فرغناكا بابزانين فالوردقار سوين لسر كأسوين بكات دخوال سرچي. إن الإنسان لفي خسر براستي مروف لزرر مندي دايا يعني جياني مروف لزرر مندي دايا يعني جياني مروف لناو كات دايا دش فرميش سوين بكات مروف جيانكي لزرر مندي دايا همو مروفيك بلا إلا أو مروفانا نبن كيستافي ماندا فرمي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا أمر فان بك إيمان ده النكردوي شاكدا كان أوانا لزرر دانين أوانا لزرر دانين و تشيت ريج ده كان يكم مرتبة وثمان إيمان دينن دوم مرتبة كردوي شاكدا كان سيم مرتبة وتواصوا بالحق أمشجاري وصيتي يكتر ده كان بحق بإيمان إيمان هنان بكردوي شاك وتا هر يكان وصيتي يكتر ده كابوي كاك إيمان تبي مسلمان ب كاري شاكا لكاري خراب بدور با أوي التواصي بالحق وتواصوا بالصبر وأروها وصيتي يكتريج دا كان بالصبر قرتن صبر قرتن لسر طاعتي إخوة صبر قرتن لسر دور كوتنو لمعصيتي إخوة صبر قرتن لسر أو نارحت يعني كديت الرقاد لسر دين داريتي وخوة بارستيكات دا بي الصبر جب قري چونك بتابتي كسي كتواصي بالحق هبه آموزش گاری خیری خلق کاتو فرمان بچه کب کاو نهی لخراب بکه او کسای ناراحتی زور دشمنیتی زوری دکره ولیم پیوسته کل بده یعن بردم بیا صبر بگیره دبیا صبر بگیره بوی فرمیت آسیب صبر است تا چی پیم دلیت کام مروی کزرر منی لجیانی ده بله لجیانی ده چی زرر منی بله اوانه او چوار صفته انتی ده یکمیان ایمان دومیان کردوی چاک سیمیان فرمان بچاک نهی لخراپ وصیتی چاک چوارمیان صبر گرتن باشا یان ایمه کاتی کاتی نسوین بکات ده خوین یالا یالا دی باب روی بسم الله الرحمن الرحیم ویل لکل همزت اللمزه باشا سزاو لناو چون و عذابی خوای پروردگار و دولگ لدوزخ بوچه یا بو همو او کسی که همزتین لومزه یعنی دیت گلته بخلق دکات گلته بخلق دکات لسر چی جابا یا با دستیان یا با چاویان و غیبتی خلق دکات ملا و عیب لخلق دگرید عیب گره چی تانه در یعنی هم عیب گره هم تانه دره كثير الاغتياب للناس والطعن فيهم اويك غيبتي خلق دكا وهروها تانو تشر لخلق ددا اقربوا اوانا الذي جمع مالا وعدده او كسيك بز مالكو دكاتو دي جميرت دي بيخا قاسكتو بيخا حسابكتو بس كوي كروا مالا يحسب ان ماله اخلده وحساب دكا مالكي دي هيلته ولا دنيا دا نايم ريني نخير هر دمري مالنات بارز المردن كلا لينبذن في الحطمة نخير وانيا بيقومان روجك ديت كفريد دريت النو أجري تكشكينا روا كجهنم وتيك الدشكينات ما لكش دنات واني بارز قاري اللي بكا وما أدراك ما الحطمة وتو تزاند أو أجري تكشكينا رتشيا نار الله الموقدة أجري كي خواي بروردقارا كداجر سنراو هالكراوة التي تطلع على الأفئدة او اغريكا دچت ناو دلوه فنا بخواي گورا تنها به پيستي لاشت و ناوست دتوا
إنها عليهم مؤصدة وأو أجرش بسري عند داخلها ناتوان لي بين دروا في عمد ممددة لا كند عمود يكدا كدريش كراو التوا يعني شون جاران كسجن هبوا يعني بوري 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 أوا تاو كسجن كيف يتشكراوا يعني بازنيك دروس كراو لناوي دا جاء يعني بعمد ممتدة طويلة يعني تو حسابك بون منا هر بوريك هزار متر برز بيت انجا بوريكانش بازنيك دروس كر بيت انجا ناوي آقر بيت في عمد ممددة لعمودي برز كراو دريش كراوا لناو أو آقر دان درشوني النية ملك. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل آية نتبيني و يعني نتزاني و بيد نجيشت و كبر وردقار تشيكرت با خاوني فيل كان في عمر عليه الصلاة والسلام لو صلى لدائك بو بلى ألم يجعل كيدهم في تضليل آية أو بيلان في عليك بوي هاتن بوي كعب لنا وبرن خواي قورا بسر خواي يعني دانش كان دوا خطك يعني هلا وشان دوا بوچالي نكر دوا بلى وأرسل عليهم طيرا أبابيل وبالندي زوري بول بولي بسر يعني ترميهم بحجارة من سجيل كبرد باراني ذكرتن بالند كان برد يعني تذكرتن لا خاون في لكان وسجيل يجبو سجيل يعني طين مطبوخ يعني متحجر برد قر كذكرته كورو سور ذكرته وبو برد باران كران فجعلهم كعصف مأكول يعني وكو كاي خراو يعني لكرا يعني كاي خراو جاتورا ك يعني قصل كاتك جيره ذكر اجي بيدلن ها جيره ذكر دوايش بيتو اجل بي خواتو اوي كليده منتو وكو كاي خراويان لكرا بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش لإلاف قريش بوتي خواي پروردگار اصحاب الفيل اول ناوبرت بوتي هم يعني لناوبرت بو إلاف قريش بو خاطري اهل مكه قريش يكان بو وی هیچ مترسی چیان لسر نبید با اسراحتی خویان خواه پرستیب کن با امانی خویان تجارت و بازرگانی هاتو چوب کن ایلافهم رحلت الشتاء والصيف باشا یعنی رحلتی رحله و بازرگانی قریش بو چوی بو لکی دابو رحلت الشتاء والصيف یعنی عادتی اوان وابو دو رحلیان هبو دو جار سفریان هبو رحلی چیان لزستانان دا ورحلي شان لها ويناندا لزتانان بو يمن ولها وينانج بو شام دچون بازرگانيان دكر بله فليعبدوا رب هذا البيت ديبا پروردگاري او بيتا كمسجد الحرام پروردگاري او بيته بپرستن بله الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف كچي بو كردون لبرسيتي تيري كردن ولا ترسيج اماني بيدان يعني ام دو نعمت زور گوره انسان آگای لبه کتول امن و آسایش دابی نانش هبه بی خوی که آتا سپاسی قاب که خوی خود بپرسته قدری او دو نعمت بزندن اجینا خوالد دستین توا بسم الله الرحمن الرحیم ارأیت الذي يكذب بالدين آیا آگاد دی لو کسی بینی دو کسی که روژی دوائی روژی سزا بدرو دادنه فذالک الذي يدعو اليتیم او کسی که بهز وبتندي بال بهتي ودنيت چاكي لقلناكات وحقي خوشي لزود دكات ولا يحض على طعام المسكين ونهاني خوي نهاني خلط جدادات كيارمتي فقير وهجار بدن خوارني فقير وهجار بدن فويل للمصلين انجا اغري دوزخ وسزاي دوزخ بو نيش خوين كان كامانا بلام الذين هم عن صلاتهم ساهون اوانيك باغان لنوجكانيان نوجه دکان نوجه ناکه نوجه کانی دکا بالام دوای دخا یعنی لکاتی خوی ناکه و کوپی ویز ناکه به مرجو شرط کانی تدانیا آوان دو زخیم بوهیا. الذين هم يراؤون آوانش که نوجه دکان بالام ریایی پشتیابی خالتشان هیا خالصان بو خوانیا. و يمنعون الماعون و کلوپله ک جیران پیوستی پیتی نای بخشید درزیا ک مقصیا ک بونمونا تشويه كا شتي كا چقويه كا جيرانه كا دي داوت لدا كا تو نايدي بي اوندا بخيلي او انا صفتي كسانك ان كاهلي اجرن اهلي دوزخ خوا فنامنده بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر اي محمد عليه الصلاه والسلام اي ما خيري شي زور من بتو بخشي
براستي ويتش لو خير زوري بما بخشيوي حوضي كوثرة لبهاشت. فصل لربك وانحر كوايا توش سباسي پروردگارتك نوشك بو پروردگارتو وحيوان سر ببرا قربانيمك بو پروردگارت كوايا هر وكو چون نوش هر دي بو خوابه حيوان سر برين شر دي بو خواي قوره به نابي بو قبرك وشيخك ونازانم وليك بيت. إن شانئك هو الأبتر ودل نيابة أويك رقي لتويا أويك ناحزي تويا أو كسي شي دوابراو أو كسي كا شو كده يعني محمد كري نما دوابراوا خواي قرا فرمينا خير ناحزاني تو دوابراون تو دجمريتو تا روجي قيامات خلق هر ناوي تو ديني وصلوات اللي سرد دا بلام أوانا دوايا دبرتو كتاين بيدا بي أقر صد كريشان هبه. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون أي محمد عليه الصلاة والسلام بان قبل أي بباوران لا أعبد ما تعبدون أواني إيو ديان پرستن من نيان پرستم ولا أنتم عابدون ما أعبد وأوانش ك ونا إيوش أود پرستن كمن دي پرستم إيو بد پرستم من خوا پرستم مال. ولا أنا عابد ما عبدتم ومن نق إيستا لداها توجدا أوشتانا نا پرستم كإيو ديان پرستن ولا أنتم عابدون ما أعبد ونا إيوش أو خوايدا فرستن كمن دي فرستم يعني أميتان بمن نبي نأيستان لدهاتو من مسرديني إيو تنازلتان بناكم لكم دينكم ولي دين ديني خوتان بوخوتان ديني خوشم بوخوم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح كاتك سركوتني خواي پروردگار دي وفتحي مكة دي ماله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وخلق بيني بول بول دسننا ودينك إخوائي پروردگارا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أو بزانا كأو الرويدا أو نشاني نزيبونوي مردنيتو يوكوتاي أجلتا بويا تسبيح إخوائي قوربك تحميدي بك سبحان الله والحمد لله بك وإخوائي پروردگار بفاق دابنه وسپاسی که که توی آوا سرخس بسر هموی داو دینکتی سرخس و داوالی خوشبونی با لبکا اینه کان توابا خوای پروردگار توبه قبول دکات. بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب و تب یعنی لناو چیت و تیاب چه هر دو دستی ابو لهب و هر وکو چون لناویش چو که با دو دستانی ازیتی پیغمبری داده علیه الصلاة والسلام ما أغنى عنه ماله وما كسب نمالكي نا منالكي هيتشي سزاي خواي قوري لسر لا نبرد يعني سودي بينقياند نمالي نمنالي عذابي خواي قوريان لسر لا نبرد كبويهات سيصلى نارا ذات لهب ودتشيت ناو آقريك وكخاوني بليسيا وامرأته حمالة الحطب جنكشي كالقري دارو پوشل پوشبو بو ازردانی پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام دارو درک فی جیدها حبل من مسد که همیشه گوریسی چی لمل کرده بو دچو چی دهنا دارو پوشو در چی دهنا لبردمی مالی پیغمبر خو دادن علیه الصلاة والسلام بو توشی ازیتی بکا اویش هر دچتا اگیروا لگل مردکی. بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد بفرمو خواي قولتاكو تنهايا لا ذاتي دا لا أسمائي دا لا صفاتي دا لا پرستراويتي دا ماله الله الصمد تنها خواي پرودگارا كا جيگاي نيازو اميدي همو خلقا خلچي همو روي تيدكا والامي همو دداتوا لم يلد ولم يولد كسي لنبو خوشي لكزنبوا ولم يكن له كفوا أحد وهيجي يشيش نيهاو شوي خواي قولبت. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق أي محمد عليه الصلاة والسلام بفرمو بنا دقرم ببروردقاري فلق فلق يعني صبح بياني بلا بياني من شر ما خلق للشر همشتك أخواد رزدي كردوخ بنا بخوا دقرم ومن شر غاسق إذا وقب وهروها للشر الشوكاتك تاريكايكي دورو برداد بوشه ومن شر النفاثات في العقد ولا شر أو ساحر نشكفو بقريكان ذا كان بو سحر ومن شر حاسد إذا حسد ولا شر همو حسود يشيشك حسود ملبكات. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فنادى قريب بفرمو فنادى قريب ببروردقاري خلق
ملك الناس وبادشاي خلق إله الناس وبرستراوي خلق من شر الوسواس الخناس لشر أو شيطانيك وسوسة دروز دكاكاتك إما بآقاين لخوا بلام كيادي خوا مانكر خناس ورادك وندبيت الذي يوسوس في صدور الناس أو يوسوس دروز دكا لسنجي خلق دا لدلي خلق دا وسوسي خراب من الجنة والناس لو شيطان وسوسي كجامروف جن بي يامروف بي خواهي قورة بنامان ديلي والحمد لله رب العالمين يا ربي لك الحمد تفسير قرآن توابو خواهي لمن قبل كي بكي تحجب ومن نيكي تحجب سرمان يا ربي خواهي أم قرآن شفاعت من ببكا برزمان كي توبي لدنيا ولقيامت آمين والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم والسلام عليكم.